تزوجتي طبعًا. من انسان من غير دينك، نصيل. كان عارفك انه انت مسلمه؟ لا كيف عرف؟ عرف لما رفضت بشده انه نرتبط ايه بس الشغله طبعا اكيد ما لها علاقة بالدين، مش لانه لها علاقة بالدين بس للتوضيح نعم. بسبب الثقافة اختلاف الثقافات طبعا هن ثقافتهم مختلفة عننا يعني هن عندهم حريات عندهم يعني الحريات عندهم لا تعد ولا تحصى نحن عندنا الحريات مقيده وهذا الشيء صحيح لانه بالنهايه نحن انسان نحن متمدنين نحن في عندنا ليميتس وفي عندنا حدود حدودنا غير حدودهم وحدودهم غير حدودنا عرفتي يعني هذا الاختلاف بالثقافات فهذا الشيء يعني خلاه يقول انه ليش انا شو شو من شو بشكي انا غلطت طب انت ليش مصره انه لا فانا بعدين شرحت له قلت له انه نحن في عندنا عاداتنا في عندنا تقاليدنا في عندنا حدود فلما فهم الموضوع قال لي بعلميني كانت هي اول اول شراره انه اي ويل وعلمني انت بده يتعلم كمان... ايه وانت علمني كمان أكثر. تعلمنا من بعض كيف تزوجتوا فرح؟ بعد ثلاث سنين من مكرن مفرن مقبل مدبر <applause> معا بعد ثلاث سنين صار لازم انا ارجع خلصت التور الاولى والتور الثانيه والتور الثالثه بالولايات المتحده مم. فصار لازم ارجع على بلدي. عندي خيارين يا اما بدي امشي مع قلبي واترك اهلي وفني وجمهوري نعم. وناسي والعالم وضل هونيك يا اما يعني بدي ضل معه يعني ف شو قلت اسمه؟ كريستيان الله يخليكم لبعض ثانك يو فطلعت انا انه لا ليش لحتى اكون محدوده بخيارين؟ خلينا نخلق خيار ثالث شو هو؟ اولويز في حل دائما في حل فقلت له انه هيك الوضع شو رايك انت انا لا فيني يعني لا ادراني فل ولا ادراني, أدراني إبقى, إبقى. <applause> ايه ست فيروز وانت من اجمل اذا إيه رجعت بجن وانت, ركتك, ركتك بشقة. بشقة. لا ادراني فل ولا ادراني إبقى تعال نحل انا وانت قعدنا لا هو في يترك اهله ولا هو في يترك شغله ولا انا فيني كمان ضل بعيده سو so, اتفقنا انه نو اي ثينك ذس از ذا أنه يمكن هيدي النهاية. فبتفاجأ أنه قبل بيوم من سفري تقدم لي وقال لي أنه أنتِ بقائك هون خسارتك أكبر من خسارتي. فالمرة آي ثينك أنا اللي لازم أني أنا اللي لازم أدعمك لأنه خسارتك إنتي أكبر م. إذا بقيتي. إذا رحت معك أنا ما بتعرفي يمكن يكون حياة جديدة لإلي يمكن يكون ربح أكبر من إني أنا قاعد فقرر يضحي كرمالك فقرر كرمالك. هو إنه نجاحك إنه يروح بهالمغامرة أنا هذا الشيء عنا لي الدنيا كلها إنه بالفعل يعني نحن الاثنين في في بيناتنا تفاهم أنا هذا الإنسان اللي حبيته ما حبيته عن عبس حبيت رجل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ضحى خاطر بالمجهول <applause> سافر معي على سوريا بخبر اهله بعد ما صار بسوريا قال لهم انا بسوريا <applause> انا بسوريا <applause> كيف تزوجتوا؟ على اي يعني؟ تزوجنا مدنيا بنيويورك نعم ايه تسجل أوك. زواجكم بسوريا؟ للاسف لا عرض زوجك يغير ديانته يصير مسلم؟ ايه أي. اكيد قبلتي؟ لا ليه؟ أم... لانه مش عدل هذا الشيء هو مسيحي وانا مسلمه. اثنيناتنا بنكمل بعض. هذا لا يعني انه احنا مختلفين، احنا بنعبد الله واحد. فمش عدل انه يعني لحتى يتزوجني او لحتى انا أصير حلاله او لحتى انه يعيش معي ونعيش سوا الحياه لازم يتخلى عن دينه مثلا. اللي ربي عليه بحياته. اذا جبت اولاد على اي دين بدك تربيهم؟ على اثنين. المسيحي والإسلام لحتى يصيروا انسان بالفعل.